سلام اخواتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وفي احسن احوالكم ان شاء الله. اليوم حبيت نشارككم وصفه سهله سريعه وبسيطه. هي غاناش الشوكولا، بس بزاف طلبتوا مني هاد لا غوسيت، فجبت لكم اسهل وصفه لهاد الغاناش. هو عموما سهل. هادو بعض الاشكال اللي درتهم معاكم، حبيت نحطها في اول الفيديو ونروحوا للطريقه والمقادير مباشره. بالنسبه للمقادير نتاع الكريمه نتاعنا، واش نحتاجو؟ عندي 10 سنتيلتر 100 مليلتر نتاع كريمه سائله كريم ليكيد، و100 غرام نتاع شوكولا سوداء. يعني من الاحسن لو تشريو تشاباتيسري شوكولا سوداء. وعندي 20 غرام نتاع زبده. هنايا اول حاجه نديرها نحط الكريمه تاعي تسخن على نار هادئه. لازم الكريمه تسخن جيدا وعلى نار هادئه احسن باش تسخن مليح. ثم هنايا جبت طاس تاع لوغ ميكسور ونحط فيه الشوكولا تاعي، وبعد ما تسخن جيدا لا كريم ليكيد نجيبها مباشره نصبها فوق الشوكولا وهي سخونه هكاك، ونميكسيهم جيدا باللوغ ميكسور. لما يتميكساو مليح نجيب هذيك 20 غرام نتاع الزبده، الى نشوفوا كيفاش تجي لماعه. نزيد نجيب هذيك 20 غرام نتاع الزبده ونزيد نخفقهم جيدا بالباتور. ومن بعد ما نخفقها مليح نحط الكريمه نتاعي في الثلاجه ونخليها حتى تتماسك جيدا، يعني حوالي ساعه هكاك راح تولي متماسكه وجاهزه يعني للاستعمال. اذا نلتقي مع النتيجه ان شاء الله. ها هي النتيجه اخواتي، بعد ما حطيناه في الثلاجه بعد ما تماسك، والان تقدروا ديروا به واش حبيتوا، في الحلويات، في الليطاخت، في لي ماكارون، يعني واش حبيتوا. وراكم شفتوا في اول الفيديو كيفاش درنا في لابوش وشكلنا به، وصفته سهله مهله. هذه هي، ان شاء الله تكون نالت الاعجاب نتاعكم. اذا عجبتكم ديروا لي جيم في الفيديو وانتظروني في فيديو لاحق. دمتم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.